اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن احوال. مرحبا بكم معايا في القناة ديالي شيماء اليوسفي، ومرحبا باللي انضموا معايا جداد واللي اول مرة كيشاهدوا القناة ديالي. كنقول لكم ما تردوش بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. مع حلول شهر رمضان المبارك، اليوم اختاريت لكم هذا الفيديو باش نقدم لكم هذه الوصفة الرائعة ديال التقنتة، اللي صراحة كتجي رائعة جدا والمذاق ديالها لذيذ بزاف. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها حتى نتوما ان شاء الله. ودابا غادي نبداو على بركة الله بتقديم المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو كيلو قلة ربع من الدقيق، اي ما يعادل 750 غرام، ونحتاج ايضا 250 غرام من سكر كلاصي، وعندنا ايضا 150 غرام من جنجبيل مطحون، ونخليو منه واحد الكميه قليله ما نطحنوهاش كما كتشوفوا معايا. ونحتاج ايضا 150 غرام ديال اللوز مطحون، وفي الاخير غادي نحتاجو 500 مللتر من الزيت، اي نصف لتر. ودابا غادي نبداو على بركه الله. غادي نبداو نضيفو الزيت في طنجره الضغط على نار خاصها تكون متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف، ونضيفو عليه الدقيق شويه بشويه بهذه الطريقه. وحنا كنضيفو الدقيق شويه بشويه، غادي نبداو نخلطو مزيان بهذه الطريقه حتى يتحمر، وما خصناش نوقفو التحرك باش ما يتحرقش لينا لمده نصف ساعه تقريبا، وغادي نرجع معكم. ها هي تقنتة كي كيجي القوام ديالها من بعد ما تحمرت. ودابا غادي نخليوها تبرد لمدة 3 أو 4 ساعات، عاد غادي نرجع معكم باش نصفيو منها الزيت ونكملوا ليها القوام. ها هو القوام ديالها كي كيجي من بعد ما صفينا منها الزيت كما كتشوفوا معايا. ودابا غادي نضيفو سكوار كلاصي شويه بشويه، ونبداو نخلطو حتى يدخل فيه مزيان ويتجانس، وغادي نرجع معكم باش نكملو باقي المكونات. من بعد ما خلطنا مزيان السكر كلاصي، دابا غادي نضيفو الجنجبيل المطحون شويه بشويه، ونضيفو عليه ديك الكميه القليله اللي خلينا ما طحناهاش، ونبداو نخلطو مزيان. ودابا غادي نضيفو اللوز المطحون، ونبداو نخلطو مزيان حتى يتجانسو بهذه الطريقه.
وغادي نرجع معكم باش نوري لكم الشكل النهائي. ها هو الشكل النهائي ديال الطقم تاع كي كيجي. من بعد ما زيناها باللوز والزنجلان، صراحة المذاق ديالها كيجي بنين بزاف والشكل ديالها رائع جدا. كنتمنى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم، واللي عجبو الفيديو ديال اليوم كنتمنى يبارطاجيه مع الاصدقاء والاحباب ديالو، وما تنساونيش بلي لايك ولي كومونتير زوينين ديالكم. وكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، والله يدخلوا لينا بالصحة والعافية وطول العمر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا، واجعلنا فيه من الفائزين يا رب العالمين.